قدام دروسك يا عمو الشرطي. أنا شرطة الأطفال. والله أسمع صوت حدا فيكم. يا أولاد يلا خلصوا دراستكم ها. برافو عليكم ما شاء الله شاطرين هالولاد. ايه كثير شاطرين طالعين ما شاء الله حاطين الكتب وعم بيقراوا طالعين خالد ولين وغيس. يلا هبدا لاقيكم كلياتكم خالصين الوظايف ها. وبلال وغيس عم بدرسوا مع بعض. ايه ما شاء الله عليهم. حتى ادم عم بيحفظ. ايه اللهم صل على النبي لك شاطرين ادم انت كثير شاطر عم تدرس؟ ايه خالتي عم ادرس. ماما انا عم بكتب كل وظايفي. برافو عليكم. ايه برافو عليكم هيك بدي اياكم ها خلصوا وظايفكم كلها. يلا امشي معناتها نحن نروح نجهز الطبخه عبما يخلصوا. ايه يلا امشي امشي يلا رايحين نحن رايحين ها كملوا دراسه. ايه بدنا نخلص الطبخه ولوقت ما تخلصوا انتم كتابه ماشي وقراءه. يلا يلا خلينا نلعب بالكتاب. شايفه اللي انا عم بشوفه؟ ايه والله عم يلعبوا بالكتب. لك يا اساس مو عم بيدرسوا عم يوي. لك ايش شو هاد؟ لك ادم. لك يوي ايش شو هاد اللي عاملينه؟ ايش شو هاد على اساس عم تدرسوا؟ عم تدرسوا؟ وهي الكتب هاي كلها ايش شو هاي؟ عم تدرسوا. لك يوي يا ادم. لك يين كمشنا. انا بورجيك يا ادم عم تسوي حالك دريس مو؟ لك هو والله كنت عم ادرس انا كنت مين؟ هذا غيث. هذا انت يا غيث؟ انا شايفكم كلياتكم ابشع من بعض. انا بورجيكم ايش رايك نتصل بشرطة الاطفال خليه يجوا ياخذوهم. لا 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 بالله شو بالله شو عم تخدعونا لك؟ لا لا ما رح نسامحكم لنجيب لكم شرطة الأطفال حتى تعرفوا تلعبوا بالكتب. هدول للدراسة. عملوا حالكم عم تدرسوا مو؟ أنا بورجيكم. هدا الدهر شرطة الأطفال ضبوا الكتب فورا. بس لازم يتربوا لازم يتربوا لازم ندق. عطيني موبايلي لأشوف. على السريع على السريع. اتصلي لشرطة الأطفال. بسرعة بسرعة. أنا بورجيكم. أي جبت موبايلي لحتى أتصل بشرطة الأطفال لحتى أعرفكم. ألو شرطة الأطفال؟ إيه أنا شرطة الأطفال. في عندي ولادي هون ولاد أختي ما عم بدرسوا. شو أنا بفرجيهم؟ عم يلعبوا بكتبهم كمان. إيه هاتي عنوان البيت. بدكم عنوان بيتنا؟ هلا ببعتكم عنوان بيتنا مشان تجوا تاخذوه. خليكم تستاهلوا. ماشي يلا عم نستناكم نحن. يلا. ها؟ يلا أختي قال شرطة الأطفال جايين مشان يشوهم كلياتهم ياخذوهم. إيه يلا يلا يلا. يلا انا بورجيكم خليكم تتعاقبوا. هلا انا متاكده شرطه الاطفال اكيد هلا رح تخوفهم ويروحوا اكيد صح. ايه رح يخوفوهم بس ما رح يعملوا لهم شيء. شرطه أكيد الاطفال أكيد حبابين أكيد. ايه اكيد بخوفوهم بس وبروحوا يلا عشان ما يعيدوها مو مشان شيء. ايه عم يلعبوا بكتبهم. ايه يا الله طلبتنا شرطه الاطفال كله بسببك يا غيث. الحق عليك كله بسبب خالد وادم. لا كله بسببك انت انت السبب يا الله. انت كمان لك يا الله والله انا مالي علاقه ليش عم تطبوها براسي. لا انت السبب يا ادم. لا لا انا مش السبب ولا انت السبب ولا انا السبب هو هذا غيث السبب. يلا هلا رح تجيكم الشرطه بتستاهلوا. لا يا اجت الشرطه اجت الشرطه اجت الشرطه اجت الشرطه. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا انت الشرطي؟ انتوا اتصلتوا فيني هون قلتوا لي في ولاد مشاغبين كثير. صح صح نحن مزبوط مزبوط العنوان. انتوا شرطة الاطفال؟ ايه نحن شرطة الاطفال. اهلا وسهلا تفضل. الاولاد المشاغبين هون وينهم؟ شو هذا عددهم الاطفال؟ هون هون الاطفال هذول هن الاطفال. تعالوا عندي لاشوف واحد واحد. بابا عندك كل اشوف الدنيا. ولا شو؟ ليش ما عم تدرسوا وتعذبوا امهاتكم؟ ماما العيدة ماما العيدة. قوم لا شوف يلا معي. انا ماني علاقة انا ماني علاقة. انت اكبر وعم تشاغب انت لازم تتربيهم. لا والله ماني علاقة هذا ادم هذا ادم هذا ادم والله هذا ادم. يلا شوف الدار رح اطلع لك الكلام شو. لا 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 ايه لك لك عم خوفوا يلا ماني علاقة وحياة الله ماني علاقة.
قومي لشوف. لك هذا الغيث، لك هذا مو حرام. طب قومي لشوف، بدي اخذكم على الحبس لكلياتكم. لك وحياه الله، قومي. يلا رح اكلبشك معه. لا لا تكلبشني. يلا وقفني. هلا بفرجيكم وقت باخذكم على السجن ايش راح اسوي فيكم. لا لا يلا تعال انت كمان. لك والله انا مالي علاقه، انا كنت عم ادرس. لك والله انا كنت عم ادرس. لك يا عمو شفتي انا ما دخلني. لا بتدرس انت كمان مش عارف معهم. يلا وقف. يا الله اتركني، والله مالي علاقه، انا ما دخلني. يلا وقف لاشوف معهم، صوب ايده. يا الله اتركوني، انا ما دخلني، كنت عم ادرس. وقف. يا الله. عمو الشرطي لوين رح تاخذ اولادنا؟ لوين رح اخذه؟ رح اخذه على حبس الاطفال، كل واحد بشاغب وبعذب اهله رح اخذه على شرطة الاطفال. لا لا هلا بس تروحوا على الحبس يبقى فرجوني قولوا لي لا. هلا دقيقة عمو الشرطي، هلا انت اكيد عم تمزح عم تخوفهم صح؟ لا انا ما عم بمزح ابدا، رح اخذهم على الحبس عن جد. انتوا اتصلتوا فيني وانا شرطة الاطفال. لك انا بعرف بس شرطة الاطفال بتخوف الاولاد وبتمشي. هذا الحكي. لك لا ما بدنا اياك تاخذوا. لما تكون بس تليفون رح اخذهم عن جد واحبسهم. لك لا لا تاخذوا مشان الله. لا بس يكون الشارع على كيفكم رح لا يلا امشوا قدامي. يلا وين بدي اخذنا عمو الشرطي؟ امشوا قدامي بدون ولا صوت. بس ما صوته راح ارزق له تمه باللزق. سامعني ولا لا؟ خلص خلص سامحناهم سامحناهم يا عمو الشرطي. ما في شيء اسمه سامحناهم، اتصلتوا فيني وانا لك بالنا تخوفه بس الله يوفقك. لا انا شرطة الاطفال ما بخوف حدا. يلا بدي اخذهم هدول عن جد. يا الله شو نسوي؟ يا ريتنا ما خبرناهم. يا الله لك اخذوا اولادنا. يا عمو الشرطي اخذوا اولادنا. يا الله لك مشان الله نحن ندمنا خلاص. الله لا شوف امشوا وراي. لك يا الله يا عمو الشارع كيفكم ليقول؟ حكرين اهلكم اتصلوا فيني، انا شرطة الاطفال، انا عصبي كثير، اي واحد بطالع صوت راح ياكل قتله. سمعان الا لا؟ لك انا شو عملت لك؟ يلا امشوا قدامي لاشوف. هلا بدي احطكم بالحبس. لا هلا بس احطكم بالحبس راح اخليكم تتعاقبوا كثير عقوبة. الله يوفقك. ليش انت هيك؟ يا الله يا الله والله انا كثير خوف انه هذا عمو الشرطي كثير بخوف. تعبت. يا الله لك يا عمو يا خلاص ما بدي اسمع صوت حدا فيكم. الله يوفقك يا عمو الشرطي سامحني. لك خلصوا، انا ما بدي اسمع صوت حدا فيكم، انا ما بسامح حدا ابدا. امشي امشي لحتى نراقبهم اختي، امشي لحتى نراقبهم لحتى نشوف. يا الله خبرني عليهم الشرطه وما لنا خبر كل هالشيء. لك مبالنا مبالنا بس يخوفون. يا الله ما لنا خبر راح ياخذون. يا ربي ايش بلا اولادنا بالويل. ايه طلعي هن هونيك بس خلينا نمشي وراهم. ايه نضل نمشي وراهم. شفنا هذا الشرطي ها. ايه شو عم بضربهم. يو ايه نضل نلحقهم لحتى نعرف وين بده يحطهم. شوف بركي بنقدر بنساعدهم. يا الله على هالعلقه هي بس شو مسكوا خالص. يو ايه عن جد. يا الله لو يقدروا يهربوا لين وغيس. شو وين اخذكم؟ وصلنا على السجن. يلا جهزوا لي حالكم، انا بس دخلتكم على السجن وقت اسمع صوت حدا فيكم. خلاص ولع. يلا تعال. 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 يلا رح تقول يا تكون. يلا ولا ما عملت شي انا. يا ربي ما بدي. يلا طالعوني من هون طالعوني. يلا ليش حابسيني من هون طالعوني؟ اي حدا بسمع صوته ومعصبني رح اعاقبه عقاب كتير عسير. لك بصحة الله يوفقك. رح اقفل الباب عليكم ان شاء الله اسمع صوت حدا فيكم. لا يلا مشان الله طالعوني. وينك يا مامي؟ وينك؟ تعال طالعيني من هنا. وينك يا خالتو؟ يا ماما. هاي حبسكم انا رايح. الله ان شاء الله
اسمع صوت حدا فيكم، رح اروح ابرك هنيك وانملي شوي لانه اليوم تعبت كثير. بركي حدا يتصل فيني واجيب شرطة اطفال كمان. يا اختي شوف الشرطة هو هنيك. ايه ايه ما بعرف شكله حطهم بهذا الطرف، بس وين حطهم ما بعرف. امشي 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 امشي. ايه ايه ما لازم يحس علينا ابدا، لازم ننقذهم باسرع وقت. يا ادم تعي 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 فكون تعي فكون على السريع. اسكتوا اسكتوا لا تطلعوا ولا صوت، لا تطلعوا ولا صوت، نحن رح نساعدكم. ولا صوت ها، لا تطلعوا ولا صوت. مسكر مسكر الحبس. ايه 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 نحاول نفكه. يلا يلا على السريع، يلا يلا فكي فكي. ابواب ابواب لازم نفكه باسرع وقت. يلا يلا بس ولا صوت يا اولاد ولا صوت. تطلعوا على الهسه. ايه ايه شوي شوي تطلعوا ها، ما تحسسوا العمو الشرطي قوام، ما تحسسوا عمو الشرطي قوام ها. بسرعة على السكت على السكت، اطلعوا على السكت على السكت. يلا يا اولاد يلا يا اولاد، تعالوا تعالوا لهون، تعالوا لهون اللي يحس عليكم عمو الشرطي. يلا امشوا امشوا بركي بنلاقي مكان نتخبى منه، بركي بنلاقي مكان نتخبى فيه. قوام قوام على السريع على السريع. ادم سوس لحقناكم لحقناكم، امشوا هلا بعدين بنحكي. ايه ايه على السكت. يلا يلا الحمد لله يا مامي انه جيتوا وانقذتونا، عن جد انا كنت كثير خايف انه ما تنقذونا. ايه ايه لهيك جينا لحقناكم، خفنا عليكم، ما توقعنا يحبسكم. يلا يلا على السريع على السريع، ارقدوا بسرعة بسرعة، لازم نستعجل. قوام قوام ما لازم يكمشنا او يحس علينا، لانه هلا اذا حس علينا مشكلة ولازم ما نرجع على البيت، لازم نغير بيتنا صح؟ لانه اذا رجعنا على البيت رح يلقطنا اكيد. لك ممكن يجي على البيت يرجع وياخذ الاولاد، لهيك لازم نلاقي مكان نروح نقعد فيه. ايه ايه لين يلا يلا استعجلي ماما. لك يلا انا ما عاد فيني امشي، كثير تعبت كثير تعبت، منيح شلتيني يا لين، ما عاد فيني ندوس على اجري ابدا ابدا. لك سبقونا خالد ولين، لازم نلاقي مكان. وين نروح وين نروح بحالنا هلا يا الله وين؟ خايفه انا يجينا الشرطي، خايفه يجينا شرطي الاطفال ويكمشنا. لا لا ما شفتي لساته نايم. يلا يلا على السريع يا اولاد على السريع على السريع على السريع. وش رايك نتخبى بهذا الكوخ؟ شو هذا الكوخ؟ وين في كوخ؟ ليش هون؟ عن جد؟ دقيقة لنشوف. يي عن جد؟ ياي الحمد لله اللي لقينا مكان نقعد فيه. ياي بس عجب، شو هذا المكان الغريب؟ شو الكوخ هذا؟ كثير شكله غريب. شو هالكوخ؟ قوة غريبة. بس بتعرفي مكان كتير آمن، ما رح يخطر له الشرطي. ايه ايه مستحيل مستحيل. ياي الحمد لله يا أولاد انه لقينا مكان نتخبى فيه. كمان نشتري اكل، لك منشتري منشتري ما تاكل هم، بس المهم لقينا بيت نسكن فيه. في محل كمان اذا بدنا ناكل منه هنيك نشتري. ايه ايه ما تاكلوا هم منشتري ماما. ايه والله الحمد لله لقينا هذا المكان، انا كنت كتير خايف والله. يلا ياي الحمد لله الحمد لله. بس تعرفوا ايش المشكلة؟ المشكلة؟ المشكلة انه ما في ممدات ولا دشكات. ايش نساوي؟ ولا شيء. يا الله يلا الحمد لله الحمد لله يا ربي. تعبان انا كثير، اجي عم بيوجعني. إيه لانه اجباري، قد ما فتلنا ودورنا على بيت. انت لا تبعتي له موقعنا على البيت. لك مالي خبر مالي خبر انه هيك رح يساوي ابدا ابدا. الا بسببك. لك شو كله بسببنا؟ ما هو بسببنا، انتوا الحق عليكم شربتوا، ونحن ما توقعنا الشرطه تعمل هيك. لك كنا مفكرين انه بس بده يخوفكم بس شرطه الاطفال. يا الله لك ادم تعال هون، دير بالك ها تطلع برات الكوخ يا ادم عشان ما يجي عمو الشرطي. لك يا خالتي انا عم راقب ليقوم يجي الشرطي مشان اخبركم مشان نهرب من هون. ايه ايه اذا هيك برافو عليك يا ادم، خليك مراقب. ايه ايه راقبوا كويس ها يا اولاد عشان اذا اجى عمو الشرطي. بس بإذن الله لازم ما يلاقينا، مو معقول يلاقينا، معقول؟ لا لا مبين هذا الكوخ آمن إن شاء الله إن شاء الله يا رب. آه كسرت هالنومة، دوم أشوف هالولاد وينهم. آه أنا بفرجيهم، أنا معصب منهم كتير، هلا رح أنزلهم على جب الفار. لك وين اختفوا؟ وين راحوا الولاد؟ انا بفرجيكم رح اقدر رح اجيبكم من تحت الارض، انا رايح ادور عليكم. لك يا الله وين عمو الشرطي؟ عجب هو هون؟ ان شاء الله ما يجي لك مش تعمل شرطي. خليني راقب انا الوضع وطمنهم لانه هم كثير خايفين يا حرام. لك الحمد لله كانه ما في حدا يا شباب، الوضع كثير كويس. عم تراقب؟ لا بك
كويس. استنى إيه إيه عم رائد ما تدري هم انا عم رائد. ايه ايه يا ادم ايه رائد. يلا يلا خلونا نفوت لجوا احسن ما يشوفنا عم الشرطي. سكروا سكروا هالباب إيه سكروا إيه. يلا يلا وينو هذا الشرطي لهلا ما راح؟ ايش عم تساوي هون اخ؟ بقى انا نروح على البيت بقى الجاي تكسروا. لك انا اول مرة حدا بهرب مني، شلون هربوا مني؟ انا شرطة الاطفال، انا قوي كثير. شلون بهربوا مني؟ انا بفرجيهم على حالهم. لا ضل ابني يا الله خايفة. حتى انا. يا حتى من هون يا خبي راسي خبي خبي. يا لا خبرة خليني اخبي ماما يا ماما 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 خالتي ماما وخالتي لقيتنا هاي الشرطة عدى من هون. ليه معقول؟ معقول مستحيل؟ مستحيل؟ دقيقة تعو 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 دقيقة اسكتوا 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 كأنه شايفة حدا من هون ثواني كأنه يا يي هو هون هو هون هو هون يا ربي دخيلة يي برك ارتاح هون يا الله لك شفتوا شفتوا الشرطي شفتوا لك شفتوا الشرطي الأطفال هي معصب ياي لك حمو الشرطي هو هون طلع ولا صوت يا ولا صوت سكت 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 دقيقة دقيقة بسمع أصوات أنا العادي استحيل هون ليه لك تخلي راسك ليه تخلي راسك يا الله أنا خايفة يا ماما خلينا نبركوني عشان ما يحس علينا من هون تعالي لك لا 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 تقربوا لا تقربوا آدم لك آدم تعال هون لك تعال هون اسكتوا اسكتوا يا رب برك إن شاء الله هلأ بيروح لك أصرنا ونبدأ هون وما بقى يتحرك بسمع صوت على اسكتوا اسكتوا طيب بطلع صوته على بيروح بسمع صوت لك ما بيخاف عمو الشرطي من شيء لا لا الشرطي الأطفال ما بيخاف من شيء لا لا تعالوا تعالوا هون خلاص دقيقة دقيقة كأنه عم يروح خلص دقيقة يي لك اجى قدام الباب اجى قدام الباب تخبوا تخبوا يا ويلي كأنه هس 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 ما لازم يحس علينا ديروا بالكم ديروا بالكم يا ويلي ايه ايه يلا بلش يروح بلش يروح الحمد لله يا ربي راح راح ايه يا رجع رجع يا عم طلع على الشيء كأنه عم بشك بشيء او عم بسمع صوت لك عم بدور علينا عم بدور علينا يا الحمد لله راح راح يلا بلش نرجع على البيت يلا قوموا امشوا امشوا خلونا نرجع على البيت يلا يلا, يلا راح عمو الشرطي امشوا 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 يلا يلا امام امام يا ربي تعالوا تعموا من هذا الطريق من الطريق الثاني ادم لك ادم لك ادم تعال هون لك لا تروح لهونيك تعال هون لك تعال هون حبيبي مو من هذا الطريق من الطريق الثاني يلا على السريع يا مامي يا مامي لك شوفي يا عمو الشرطي كانه رجع لبنتبهي يا مامي لبنتبهي لك لا مستحيل لك يا مامي والله انا شفته رجع عمو الشرطي من بعيد لك يلا تعالوا تعالوا نتخبى لك ايش عم لك كانه شافنا تعالوا لهون لك امشوا امشوا ادم ارقد ارقد ادم يا ارقدوا ارقدوا تخبوا جوا يا ربي دخيلك ياي كأنه شافنا عن جد يا ويلي يا الله معقول يكون شافنا دقيقة حتى نراقبه يا الله ديروا بالكم لك جاي باتجاهنا لك جاي باتجاهنا يا الله مالنا غير حل واحد نستنى لحتى يدخل على الباب ونخبط الباب بوجهه خليه يضرب على وجهه ايه 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 خليه يغمى عليه ايه ايه هلا جهزوا جهزوا حالكم بس دخل عمو الشرطي الاطفال رأسا تخبطوا الباب في وجهه يا اجا اجا عمو الشرطي الاطفال اجا اجا يلا يا اولاد يا 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 لازم اسحبوه اسحبوه دخلوه لجوا على الكوخ قوام 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 اسحبوه اسحبوه اسحبوا قوام يا اولاد اسحبوا يلا يلا يا اولاد يلا ادم يلا اشحطوه اشحطوه قوام قوام يلا يلا لك يلا هذا داخلي ادم امشي خل امشي ادم خلص حاج حاجته داخ داخ يلا قوم لك امشي خلونا نلحق نهرب لك يلا دايخ دايخ هلا مو حاسس امشوا امشوا يلا هربوا 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 يلا يلا على السريع يلا يلا خلونا نلحق نطلع ونهرب يلا يلا ادم يلا هربوا هربوا امام امام في الحمد لله اللي انقضت على خير يا ربي ايه 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 الحمد لله الحمد لله يا ربي اخ يا ربي جننا جننا واخيرا وصلنا على البيت الحمد لله يا ويلك منيح هربنا من الشرطي الاطفال لك شلون لك شلون خبطنا بالباب على وجهه يا ايه ايه عن جد يا حرام ايه الصار فيه
بس طلعوا تاني مرة ما عاد تعملوا هذا الشيء ابدا ها؟ يعني تاني مرة بتدرسوا مو؟ بتدرسوا؟ وانت؟ وانت؟ وانت لين؟ وانت ادم؟ ادم بتعيدها مرة تانية؟ لا ايوه برافو عليكم، حتى ما نرجع نشتكي هلا لشرطة الأطفال، فهمانين؟ لا ياي بس الله يسامحه على هالرعبة هدول شرطة الأطفال تاني ما بينمزح معهم أبدا أبدا. إيه والله نحن فكرنا إنه هو بس كلبشكم، بدي يخوفكم، إيه؟ ما عندنا خبر إنه بدي ياخذكم. إيه فعلا يلا من هون ورايح لعاد تعيدوها وبتدرسوا كويس تمام؟ ايه وانتو ايه انتو بس تدرسوا ما منشكيكم لشرطة الاطفال. يلا ولهون بقى بيكون خلص الفيديو، ديروا بالكم تعملوا مثل لين وغيس وخالد وادم ها، ديروا بالكم. ولهون بيكون خلص الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وحبيتوا، حطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. يلا باي ادم، باي.